ثالث أسلوب لنجاح العلاقة الزوجية الملف الأسود. الملف الأسود، وش الملف الأسود؟ الملف الأسود إذا الزوج زعل على زوجته راح سحب بالملف الأسود حقه الماضي وبدأ يقلب، باليوم الفلاني سويت كذا، باليوم الفلاني سويت كذا، باليوم الفلاني سويت كذا، والزوجات يعرفن الكلام هذا. كذلك الزوجات إذا اختصمت مع زوجها سحبت الملف الأسود وقالت باليوم الفلاني ما وديتني، باليوم الفلاني ما عطيتني، فتبدأ تفتح الملف الأسود فتنتج مشاكل أكثر من المشكلة اللي كانت واقعة. لو ما فتحت الملف الأسود ممكن أن المشكلة تكون أسهل من